بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. بيان إعلان تشكيل كتيبة زيد بن حارثة على النقيب المظلي رجب الخضر من مرتبات الفرقة 14 قوات خاصة الفوج 556، وهذه هويتي. وأنا الملازم أول محمود عجيني من مرتبات الفرقة السابعة اللواء 121، وهذه هويتي. نعلن مع مجموعة من الضباط وسبضباط والأفراد انشقاقنا على العصابة الأسدية المجرمة وانضمامنا إلى الجيش السوري الحر، وذلك رداً على الجرائم الوحشية المرتكبة بحق شعبنا المدني الأعزل. ونحن بدورنا نعاهد الله والشعب على حماية ثورتنا وأعراضنا بكل ما أوتينا من قوة، والله على ما نقول شهيد.